سلام لي زامي، اليوم غنوريكم كيفاش تجبدوا رقم الحساب ديالكم من لابليكاسيون سياش موبيل، ونقول لكم الفرق بين نيميرو دو كونط ريب ليبان، لان بزاف ديال الناس ما كيعرفوش يفرقوا بيناتهم وكل واحد فاش كتستعملوه. بقاو معايا. اول حاجه ندخلوا لابليكاسيون سياش موبيل، نمشيو للمنيو كليكيو عليها ونهبطوا لتحت. طلبات عبر الانترنت، طلب بيان تعريف البنكي اللي عنده بالفرنسي دوموند دو ريب. حاجة رقم الحساب ديال سياش كيتكون من 16 رقم، هو اللي كيكون الفوق. وإلا بغينا ندوزو فيرمو من كونط لكونط كون سياش وكتوصل سوربراس وما فيهاش لي فخي. الريب كيتكون من 24 رقم، هو اللي كنتعاملو به إلا بغينا ندوزو فيرمو من الكونط ديالنا لكونط بنك أخرى، وكتدوز على 48 ساعة يعني دو جور. مثلا أنا دوزت لوبيراسيون مغدي مغاديش توصل للسيد تال جودي. واحد الحاجه مهمه، السبت والحد ولي جوغ فيغي ما كيتحسبوش، يعني مثلا انا لو دوزت لوبيراسيون جمعه انا ماشي غادي توصل الحد ولكن غادي توصل ثلاث، ولا دوزت لوبيراسيون في الويكاند السبت ولا الحد ما كتحسبش السبت والحد، كيتحسب بحال دوزت لوبيراسيون لاندي يعني ما غيوصلو حتى الاربعاء. بالنسبه لليبان، هو الا بغينا شي واحد يصيفط لنا من دوله اخرى كنحتاجو ليبان او سويفت. كاين بعض الدول اللي كيحتاجوا الريب والسويفت. فيديو ديالنا سلام، نتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.